واحد، هي امريكا لا تخشى على مصالحها وسفاراتها في جميع انحاء العالم؟ لا بقى بتخشى من غضب عالمي، بتخشى طبعا. لا ده مش الغضب، على التدخل كمان. لان زي ما انت سالت في الاستراحه، هي ايران ممكن تعمل ايه؟ ايران لو دخلت هتبهدل الدنيا، هتبهدل مصالح امريكا في الخليج. هو احنا ناسيين ان من سنتين مش ايران ضربت ارامكو بتاعه البترول في السعوديه؟ نسينا ولا ايه؟ لا، وامريكا ما عندش حاجه. فالنهارده امريكا بتتحرك بحساب، لان الموضوع ممكن يشتعل في المنطقه. خلاص بعيد عن المنطقه، سفارتها في العالم لا، العالم، العالم مش مشكله يا محمد، المشكله في المنطقه. في هنا المنطقة. طبعا. امبارح واوله العراق عملوا ايه؟ ضربوا القوات الامريكيه ومات فيها. عشان كده الصبح النهارده الطيارات اف 16 امريكيه ضربت المواقع في العراق وسوريا ردا على الكلام. فالنهارده ممكن يتطور اعمال القتال للفتره اللي جايه. طيب، بيان رسمي اسرائيلي ان الطائره بدون طيار والصاروخ اللي جاي على مصر جاي من عند الحوثيين في اليمن، حددوا الاسم والمكان. انا عارف ان حضرتك قلت ده، بس ده البيان. لحظه بس، الحوثيين يعني ايران؟ هي ايران كده عايزه تدخل الحرب؟ طب ما احنا بقى نشوف نشوف الخريطه بقى نشوف الخريطه الاولانيه بتاعت لبنان وقطاع غزه عشان نمشي مع الناس حاجه. بص يا محمد، ادي لبنان اللي فيها حزب الله، وادي اسرائيل. النهارده اسرائيل عندها قطاع غزة اللي هتتولى هي والضفة الغربية. الضفة الغربية برضو دي قنبلة موقوتة، انت فاهم؟ لان هنا كل الفلسطينيين قاعدين بكرة الصبح مش هيسكتوا. فهي النهاردة امريكا قالت يا اسرائيل انت عندك الاثنين دول، قطاع غزة وفلسطين. نيجي بقى للبلوة اللي فوق، هاتوا الخريطة التانية. الخريطة التانية بتقول لنا ايه؟ ايران. ايران بقى هتخش ولا لا؟ هنا لو دخل هتبقى في مشكله. ليه؟ اول حاجه ايران لها الاذرع بتاعتها الاربعه في المنطقه، نحددهم. يبقى حزب الله، يبقى الخريطه اللي جايه عشان الناس تشوف. انا بحب صوت وصوره. ماشي، يلا يا شباب. الخريطه اللي جايه اذرع ايران الاربعه العسكريه العسكريه في المنطقه. اول حد اهي حزب الله في لبنان، ودي اقواهم. خلي بالك، لو حزب الله تدخلت بكره كارثه كارثه كارثه، لان دول كارثه على اسرائيل. على اسرائيل طبعا. لان دول بقى لهم 12 سنه حجم الصواريخ والاسلحه اللي عندهم. وبعدين بص، دي قريبه لاسرائيل، يعني هتبقى مشكله. تاني قوه من حزب من الاذرع الرئيسيه سوريا، فيها حزب الله في سوريا. تالت قوه اللي هي حزب الله والحشد في العراق، اللي هم ضربوا امبارح القواعد الامريكيه عندهم. رابع عنصر اللي هي اليمن، الحوثيين اللي هم النهارده راحوا مطلعين الاثنين مسيرين ناحيه ايلات. طب هي بتعمل كده ليه؟ زي ما انت قلت من شويه، هي عايزه تخش ايران؟ لا، هي عايزه تفتح جبهات لاسرائيل. النهارده اسرائيل عندها الجبهتين اللي فوق. الله، ده انت كمان فتحت الجبهه اللي فين؟ اللي في اليمن. ده ممكن بكره اليمن تقوم قافله باب المندب لاسرائيل، زي ما احنا عملنا في 73. واسرائيل هل عندها طيارات توصل تضرب وترجع؟ كل دي مشاكل. تعالى بقى الجزء الرئيسي، لو كانت ايران، ايران لو دخلت مشكله عندها. اولا انا نفسي كنت اجيب الصواريخ، مدى الصواريخ البلاستيه بتاعت ايران واصله لحد اليونان، كل المنطقه. اذا السعوديه طبعا مش قصد السعوديه كسعوديه، المصالح الامريكيه في السعوديه. نخش على الخريطه اللي جايه عشان تقول لنا ان كل القواعد الامريكيه في المنطقه دي كلها في مرمى الصواريخ الايرانيه. هل امريكا جاهزه للكلام ده؟ هل امريكا جاهزه انها تصد هنا وهنا؟ وعندك في عمان مفيش اي جيش في العالم حتى لو قوه بالظبط. فعشان كده الموضوع، وزي السيد الرئيس قال في كل مره، لا نريد ان تتحول الى حرب اقليميه في المنطقه، لكن في وسط الزحمه خلي بالكم احنا بره الموضوع، عشان مش الناس تقلق. احنا بره، احنا ملناش دعوه بالعلاقه، عشان كل واحد نهضر. انت اللي بره، بس في بره لا عايز يجرك، عايز يجر. ما هو بقى دي بقى الرئاسه. الست رئيس بسم الله ما شاء الله، بسم الله. والله لا بقول كده عشان حدود الانتخابات، لكن هو ده قدر مصر.
انه العقلانية. وهو قال حتى كان بيدي الرسالة دي لمين؟ لإيران. يا إيران عندك القوة بس يعني تريسي وادرسي بالعقل استخدام القوة. لكن انا بس عايز اطمن الناس النهاردة، الناس شايفة الدنيا مولعة، ورغم ذلك احنا برا الموضوع. لكن لو حد قرب مش هنسكت، لكن بالمنظر ده محدش هيجينا وحد يقرب لنا. انما الموضوع ده انت شايف كل القواعد دي يا محمد، كل القواعد دي هتتضرب. ولان ايام ما هو قبل ما يحصل الموضوع ده بشهر كان مين العدو الرئيسي لاسرائيل؟ إيران. وثابتنا بقى للعرب ولا مصريين، ثابتنا خالص. وكان كله ده واشتغل عليهم جامد، ده دخلت عملت عمليات تخريب في المفاعلات النووية وقتلت ناس من كان كل ده عليهم. فالنهاردة لو وبعدين كانت النووي والصواريخ الفلسطينية صواريخهم وصل لحد اليونان، فكل المنطقة دي مضروبة. فالنهاردة وعنده صواريخ خبر، عنده كمية كبيرة. وبعدين خد بالك امريكا هل مستعدة؟ انت فاهم؟ لو امريكا مستعدة دخلت تاني. عشان كده كانت مأخرة امريكا الفترة اللي فاتت، واخروا الاجتياح عشان تجيب قوات وتيجي حملات الطائرات. وبعدين منطقة الخليج عايزة الاسطول السابع، كل ده كان تجهيز للحرب. عشان كده ايران لو دخلت بكرة مشكلة كبيرة قوي. هل العالم يتحمل حرب اقليمية خاصة في منطقة لا طبعا لا. زي الخليج او الشرق الاوسط؟ انت تلت النفط في العالم طلع منين؟ منطقة الخليج. وبعدين ايران ماسكة ايه؟ مضيق هرمز وماسكة البتاع دوت عندنا فباب المندب. يعني انت واخد مضيق هرمز وباب المندب الاثنين دول مع ايران، مسك التلت بتاع الوقود اللي هنا اللي منهم 10% بيطلع على اليابان فوق والصين والكلام ده، و20 بيخش الاوروبا. كل ده هيشتعل. انت حتى النقل هيشتعل، اسعار البترول ناقص تاني بعد اوكرانيا. طب تعال نفكر تفكير روسي. انا عليا ضغط اوروبا الغربية، اوروبا قصدي، وامريكا بتدعم اوكرانيا، عايز اخفف الضغط عني، مش اقدر انزل كده لمنطقة دي بتاعت غزة ده روسيا؟ أه؟ لا لا لا، روسيا النهاردة هي مرتاحة قوي، مبسوطة. سليزينجي ده كان بيطلع كل يوم بيتكلم في التلفزيون. انت شفته في الشارع؟ ما شفناهوش. خلاص اتنسى خلاص. وروسيا قاعدة مرستقة، وضبت دفاعاتها في الاربع مقاطعات اللي خدتها، واخدة 20% من الارض الاوكرانية، بتزيد الدفاعات. واحنا اصلا التكتيك بتاعنا هو تكتيك الروسي. انا عارف النهاردة يعني كمان شهر كمان ولا قنبلة ذرية تشيل روسيا، لانها عملت خطوط، موقع اول وتاني وتالت وموقع تحويلي وحقول الغام واحتياطيات. مش هتطلع خلاص روسيا. روسيا فرحانة انك مشغول عنهم، وهو بيحتم وضعوا على الارض. اذا النهارده روسيا ما تدخلش. مين المبسوط كمان عالميا؟ الصين. الصين طبعا طبعا، الصين ماشيه في جو تاني. الصين يا محمد بقول لك اهو، حاولت امريكا تكعبلها الفتره اللي فاتت كذا في كذا مره، ولا مش شايفاها. هي عندها قوه اقتصاديه، عندها الحزام والطريق بتعمله وماشي. من 24 السنه الجايه 2024 هتبدا تشغله. لو مشيت بالمنظر ده افتكر انا مش هبقى موجود. 2030 هتبقى اكبر قوه اقتصاديه في العالم يا باشا. ده فك الكلام ان شاء الله معانا ان شاء الله. بس دلوقتي امريكا رغم دعمها لاوكرانيا ما بعتتش جنود امريكان يحاربوا. لا مع اوكرانيا لا ما تحاربش طبعا. ليه مع اسرائيل بعتت؟ لا يا بعتت للنهارده لان اوكرانيا وروسيا محدودين. النهارده بقول لك في بلوى لو حصل اللي هي حزب الله. حزب الله عنده بلوى بالنسبه لامريكا واسرائيل. لامريكا واسرائيل مالناش دعوه. عشان بس انا كل شويه بقول للناس اهدوا، احنا بره الموضوع مالناش دعوه. اصل الحدود في الحدود. ما أنا لا بس احنا بعيد، احنا تمام. بص انت بعيد بس هم مش بعاد. انا عارف، انا عايز افهمك حاجة. انت متريس حكيم بس الطرف الاخر مش حكيم. ما هو برضه مش عايز يدخل بلوى جديده، ما هو كفايه البلاوي اللي عنده. بص يا محمد، اي دوله في العالم عندها ملفين، في ملف الداخلي والملف الخارجي. الداخلي اللي هو ايه بقى؟ الاستثمار والتعليم والصحه ويعني الكلام ده كله. خلاص ده مصر. الملف ده ممكن نختلف فيه في مصر. انت ليه مش عارف ايه، ليه ما عملتش ده؟ لا
الملف السياسه الخارجيه بتاع مصر ما فيهوش غلطه صدقني والله والله ما بجامل انا كان ممكن اقول ما فيهوش احنا ماشيين صح بالورقه والقلم والشوكه والسكينه مش طالعين بره. النهارده انت عندك يعني تفاهم كامل مع امريكا، امريكا حاطه لك اعتبار 100% وانت حتى في المنطقه. هو النهارده مين اللي بيتفاوض مع يعني حماس ومع اسرائيل؟ مصر. مين اللي خرج الاثنين الستات بتوع اسرائيل اول امبارح؟ هي مصر وقطر. فانت ليك وضعك سياسي في المنطقه، ليك وضع ممتاز مع روسيا، وضع ممتاز مع الصين، ورغم ده كله يعني رغم الخناقه مع ده وده انت النهارده ليك وضع متميز في على القوى العالميه كلها. المانيا ماكرون العلاقه هايله يعني بقولك. فانت الملف في السياسه الخارجيه المصري بيدار 10 من 10. عشان كده ما نقلقش ان احنا وضعنا كويس والناس مش عايزه تكسرنا حاليا. طبعا محدش عايز ان احنا نكبر. انت عارف انا كان ليا مقاله كتبتها من مده اللي هو حمام السباحه وانا بدرس في انجلترا، فجانا لورد كلينتون بيدينا محاضرة مش هقول التفاصيل بتاعتها. المهم خلص المحاضرة بيتكلم عن الشرق الاوسط، وده كان بيسموه شيطان امم متحدة، كان مندوب اللي هو عمل القرار 242. فانا لما خلصت رفعت ايدي سؤال سألته طبعا بتوقف تقول له ميجر فراغ فروم ايجيبت، قال لي ايوه. هو انت من مصر؟ قلت له ايوه. قال لي على فكرة مصر دي اقوى دولة في المنطقة، بس المشكلة اللي حواليكوا واللي حوالين اللي حواليكوا حاطينكوا في بول حمام السباحة، المية هنا لا عايزين تزودوها فتغرق المية ولا المية تنزل وتبقوا اقوية. الكلام ده بقاله 30-40 سنة تسمع تلاقي بيحصل النهاردة. محدش عايزنا لا نموت، مصر لازم تقوى في المنطقة هي اساس قلب المنطقة، ولا نقوى، محدش عايزك كده. فعشان كده انت ماشي في السياسة الخارجية بتحاول انك انت تعمل اتزان مع الجميع. النهارده روسيا عامله لك المنطقه الاستثماريه في قناه السويس، عامله لك والصين معاك فانت ازاي تحافظ دول الخليج ودول الخليج مع 6 مليار دولار كل فالحمد لله. انت انا بقول الكلام ده ليه؟ انا عايز اطمن الناس.